الشيخ إلى فضيلة الدكتور سهيل زكار، لكن لا بأس ما دام بدأنا بكم. هذه الرواية لا أطيل على الإخوة المشاهدين، موجودة في مسند أحمد، في سنن الدارمي، في المستدرك ومجمع الزوايد، وفي المعجم الكبير الطبراني والاستذكار لابن عبد البر. رواية أبي مويهبة فضيلة الشيخ. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أهل البقية، فصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 3 مرات، فلما كانت الليلة الثانية قال: يا أبا مويهبة أسرج لي دابتي. قال: فركب ومشيت حتى انتهى إليهم، فنزل عن دابته وأمسكت الدابة ووقف عليهم أو قام عليهم، فقال: ليهنكم. هنا مشاهدين الكرام تابعونا، ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس، أتت الفتن كقطع الليل يركب بعضها بعضا، الآخرة أشد من الأولى، فليهنكم ما أنتم فيه. ثم رجع فقال: يا أبا مويهبة إني أعطيت، أو قال خيرت، مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي، والجنة أو لقاء ربي. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله. فأخبرني. قال: أن ترد على عاقبها ما شاء الله، يقصد الأمة أمتي. فاخترت لقاء ربي عز وجل، فما لبث بعد ذلك إلا 7. فضيلة الشيخ، يا ريت يعني نريد فقط نحاول أن نجمع بين المسألتين. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله يقول لأهل البقيع، يعني الذين توفوا في حياته، يغبطهم، يقول لهم: أنتم في راحة كبيرة، ليهنكم من الهناء. وأما غيركم من بقي، ممن بقي، فقد أتتهم الفتن يتلو بعضها بعضا. لكن حينما نأتي إلى كتبنا في السيرة والتاريخ، نجد الكتب تقول: لا، لم يكن هناك فتن ولا أولى أشد من الآخرة ولا آخرة. يعني كأن كلام النبي صلى الله عليه وآله هذا في هذه الرواية لا معنى له. إحنا هنا كيف نجمع بين القضيتين فضيلة الشيخ؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الحديث، حديث أبي مويهبة، أيضا لو تضيف له حديث الصلاة على أهل أحد أيضا، ويعني أما هؤلاء فأنا شهيد عليهم، قول النبي: أما هؤلاء فأنا شهيد عليهم. فقال أبو بكر: ونحن يا رسول الله؟ قال: لا أدري ما تحدثون بعدي، لا ما تحدثون بعدي. هذا رواه الإمام مالك في الموطأ أيضا. مشكلة أن الرأس ظني، وليس في ظني بل من خلال بحث، أنا بحثت بحث أسميته دلائل التغير المبكر. التغير لم يأتي فقط في عهد عثمان، صحيح أنه كما في الحديث آخرهما شر من الأول، يعني الفتنة المتأخرة، يعني فتنة بني أمية أعظم من الفتنة في عهد عثمان. والفتنة في عهد عثمان من حيث يعني تسلط الأمراء ومخالفة بعض السنن السابقة أخف مما حدث يوم السقيفة، ويوم السقيفة أقل مما كان في عهد النبي بالتأكيد. فالفتن هنا أجل، يعني عمل في ظني الرأي السياسي المذهبي على تأجيل الفتنة 35 سنة، وهي أتت بعد النبي مباشرة. صحيح أن الفتن كانت أخف، يعني لم يكن فيها تلك المخالفات التي حدثت، يعني تضخمت، بني شيء على شيء. وكل الأحاديث التي تتحدث عن الفتن تقريبا فيها كلمة بعدي بعدي بعدي، وتشعر بقرب المكان، تشعر بقرب الحدوث، آسف، تشعر بقرب الحدوث هذا التغير. سواء قوله: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، مثلا هذا الحديث. معظم العلماء يظنون أن مراد النبي بهذا الحديث في أيام بني أمية أو أيام أواخر عهد عثمان. لا، هو يخبر عن قرب حصول هذا بدلائل حديث الخزائن، هذا حديث أبي مويهبة، أن الدنيا خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وأنهم سيتنافسون. صار تنافس يوم السقيفة معروف، صار تنافس بين قريش والأنصار، وكل يرى أن له، ولذلك يعني لم نضبط نظرية سياسية، ولم نضبط أهل الحل والعقد، ولم نضبط الشورى، ولم نضبط مسألة حقوق الإنسان. يعني صارت هناك بشريات دخلت في الشرعي، بشريات دخلت في الشرعي، وأصبح يقال سنة الشيخين، وليس عندنا إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي واحد. نحن نعاني كمسلمين في ظني من كثرة يعني الشرعيات البشرية. ولو التزمنا بالشرعية النبوية فقط، مع كتاب الله الذي هو يهدي للتي هي أقوم، لكان مخرجا للأمة الإسلامية من هذه الشرعيات التي أضافت عبئا ثقيلا على الإسلام، بدلالة قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير.
تصور كثير لو يطيعكم في كثيرا من الأمر لعنتم. والعنت والشقاء أصابنا لما ارتفع النبي من هذه الأمة. فلذلك الذي يرى أنه لا ليس هناك خسارة في وفاة النبي مخطئ. يعني بعض الناس يتصور أن النبي لم يستط... لو كان موجودا لن يفعل إلا ما فعله أبو بكر وعمر. لا، هذا غير صحيح. هذا إنزال من مرتبة النبوة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن مثلا هناك تهميش الأنصار على سبيل المثال، لم يكن هناك استضعاف لأهل البيت، لم يكن هناك قتال من أعلن الإسلام كمالك بن نويرة وبعض كندة كانوا معلنين الإسلام وقتلوا. لو كان النبي موجودا لقال اللهم أني أبرأ إليك ما صنع خالد. لم يكن هناك في الأموال التفاضل في الأموال، القرشي أفضل من غيره والعربي أفضل من المولى والعجمي لا يورث. لا، صارت فيه أشياء كثيرة سواء على مستوى السياسة المالية أو على مستوى السياسة الإدارية في عزل الأنصار تقريبا. وكل من لا يتفق، يعني صحيح أنا يعني كسني معجب بعدالة وفضل وسابقة أبي بكر وعمر، لكن أيضا في الجانب الآخر أنا لا أستطيع أن أجعلهم أنبياء، ما أستطيع أن أجعلهم أن أجعل خلافتهم كحصل قصور كبير يعني على المستوى العدالة والحقوق والماء والسياسة المالية والقتال وحتى التكفير. حتى التكفير تعرف أن الذين طلب من أهل من مانع الزكاة أن يشهدوا بأن قتلاهم في النار وقتل المسلمين في الجنة. هذا الامتحان بالشهادة لم يبدأ فقط من عهد الخوارج وإنما أيضا من هناك. فهناك قضايا فظني أن فضل أبي بكر وعمر جعلنا نؤجل تأجيلا غير علمي، تأجيلا غير نؤجل بعض البدايات الانحراف نؤجلها إلى عهد الخوارج وعهد بني أمية وعهد كذا. لا صحيح هناك الانحرافات أبلغ وأكبر، لكن لا ننسى أن البدايات كما الفتن كما قال حذيفة في حديث حذيفة يرقق بعضها بعضا، يعني تأتي خفيفة فترقق الكبرى. مثل ما استدل مروان بن الحكم في صحيح البخاري عندما أراد معاوية أن يبايع ليزيد قال سنة أبي بكر وعمر، فهم وإن يعني هم أخذوا الوصية، وصية أبي بكر وعمر وصية عمر للشورى أخذوها فقط لفظا وأوصوا بها لأبنائهم، يعني نقلوها مع يعني مع أن مسألة وصية أبي بكر وعمر محل نظر، وصية عمر لستة من الشورى محل نظر، لكن على الأقل أبو بكر لم يوصي لابنه وأوصل لرجل يرى فيها الصلاح، عمر أوصل لأناس يرى فيهم الصلاح، أما معاوية أوصل مثل يزيد ويعتمد على هذه الكلمة سنة أبي بكر، فأصبحت السنة أيضا صورية، يعني أخذوا الصورة وتركوا ما يمكن أن يكون أكثر عدالة. لو أوصى مثلا معاوية إلى ابن عباس إلى عبد الله بن عمر إلى سعد بن أبي وقاص إلى ممكن، طبعا سعد كان قد توفي، لكن هناك بعض جابر بن عبد الله بقي وأبو سعيد الخدري سهل بن سعد أنس بن مالك، طيب لماذا لم يوصي لماذا أوصل؟ فهذه إذن في حديث عجيب أيضا عن حذيفة ابن اليمان يقول الفتن معنى كلامه كوجوه البقر لا يدرى أيها من أي. فهل ترى يعني فنجدنا أحيانا محتارين حذيفة لأن عنده علم بالفتن فهو لا يعرف هذه من هذه أم هذه من هذه، يعني ما حدث بعد النبي مثلا عليه الصلاة والسلام هل كبار قريش كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم استعان بقريش الأولى أم أن قريش دفعت أبا بكر وعمر إلى يعني حفزته على أنه ترى ستحدث بهم، ربما خوفوهم أنه ستحدث حرب وأنت أولى بحماية الإسلام ولا بد أن تسرع إلى السقيفة وسعد بن أبي وقاص يأخذها، لا يدرى كجباه البقر لا يدرى أيها من أي أو كوجوه البقر. مهمتنا نحن كباحثين اليوم أن نحاول بهدوء بدون أي تعرض لأي شخصية أن نستفيد من هذا التراث الموجود الذي يؤكد على أن الفتنة بدأت بعد النبي والقصور بدأ بعد النبي مباشرة، ولو كان هذا القصور نسبيا. أنا فقط يعني لا أريد أن يظن كثير من الناس وخاصة جماعتنا السنة لا يظنوا أن النبوة كأنها استمرت كأن هناك أربعة أنبياء بعد النبي الخلفاء الراشدين، لا هذا غير صحيح، لا بد أن فيه قصور. حتى في سيرة الإمام علي لا بد أن تكون فيه قصور عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عدل مطلق ورحمة مهداة للعالمين، أما من بعده لا بد أن يكون أقل. إذا سلمنا بهذه المقدمة فلماذا لا نبحث عن جوانب القصور التي نزلت فيها الخلافة الراشدة عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا نبحثها أبدا وكأنها شكراً وكأن النبوة وكأن النبي لم يتوفى إلا في آخر الخلافة الراشدة؟ شكرا. نعود إليك بعض الشيخ وإن كان هناك ملاحظة.